مجلس الوزراء يفوض وزارة التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح المحلي. أوكرانيا ترفض مقترحا روسيا بأن تكون محايدة على غرار السويد والنمسا، والكرملين يقول إن حيادها يمكن أن يكون حلا للأزمة. خلال اجتماع وزراء حلف الناتو في بروكسل، لويد أوستن يؤكد استمرار الحلف في دعم أوكرانيا بالسلاح وأيضا المساعدات لمواجهة الهجوم الروسي. أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة. فوض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فوض وزارة التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر في ضوء تكليفات الرئيس السيسي وحرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في الأسعار. أقر المجلس حافزا إضافي بقيمة 65 جنيها لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلي لدعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022. انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، ماذا عن القرارات التي اتخذها اليوم رئيس الوزراء، خاصة في النقطة المهمة حديث الساعة ما يتعلق بضبط الأسعار وتحديدا أسعار القمح؟ نعم، يعني بالفعل مجلس الوزراء أعلن اليوم عن عدد من القرارات والإجراءات تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، في مقدمتها القرار الخاص وضع آلية لتسعير الخبز الحر، حيث فوض مجلس الوزراء وزارة التموين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية تسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة 3 أشهر، وطبعا ده بيهدف للتصدي لزيادات غير المبررة في أسعار الخبز الحر. أيضا وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل للقمح بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وأيضا ده تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس للحكومة، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد شاملة الحافز الاستثنائي 865 جنيه للأرداب اللي وزنت 150 كيلو، وأيضا 875 جنيه للأرداب وزنت 150 كيلو بدرجة نظافة 23 إغراض. بالإضافة لهذه القرارات كان فيه طبعا عدد من القرارات الأخرى متعلقة بتنظيم هيئه النقل النهري، وبحيث يعني تكون لها سلطه وفيما يتعلق بضمان سلامه المراكب النيليه وفي مختلف المحافظات وتنظيم هذا النشاط ايضا. وايضا كان في قرار باعاده تشكيل المجلس الاعلى للسياحه برئاسه السيد الرئيس ليكون له دور كبير في تنشيط السياحه خلال الفتره القادمه، الى جانب عدد من القرارات الخاصه بمشروعات تنمويه في مختلف المحافظات. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء كمال ريان. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضية تموينية بمضبوطات وصلت لأكثر من 5260 طن من المواد الغذائية، و ضبط 11615 عبوة زيت. في ثاني محطات جولاته الأسبوعية، التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ.
تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. استمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها لمعرفة مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية ومستوى التدريب والحالة الفنية الإدارية لرجال القوات الجوية. أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس الدولة أن القضاء الإداري عربيا وعالميا قدم اجتهادات كبيرة وواسعة في شأن التدابير والإجراءات الاستثنائية المصدرة من سلطات الدول أثناء الأزمات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة خلال افتتاح مؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري. تحت عنوان أحكام القضاء الإداري بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل فيروس كورونا، عقد مجلس الدولة المؤتمر الدولي الثالث والذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد العربي للاتحاد الإداري. مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين أكد أن القضاء الإداري عربيا وعالميا قدم اجتهادات كبيرة بشأن الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أصدرتها سلطات الدول في إطار العمل على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. المؤتمر يتناول الأحكام اللي صدرت من هذه المحاكم خاصة بالأزمة الصحية العالمية، إزاي المحاكم اتعاملت مع الأزمة، إيه أهم الإجراءات اللي المحاكم خدتها، بحيث نقدر نتبادل كلنا هذه الأحكام ونتبادل المعارف ونطلع بتوصيات تؤدي إلى ضمان استمرار سير المرفق القضائي بانتظام في أثناء الأزمة. المؤتمر الذي شهد مشاركة من 16 دولة وممثلي ورؤساء المحاكم أكد الاستفادة من عرض تجارب الدول في ظل جائحة كورونا وكيفية مواجهتها للحفاظ على حقوق المواطنين. موضوع المؤتمر محدد فقط، كله ينصب على الظروف الاستثنائية الناشئة عن جائحة كورونا وعمل الضابطة الإدارية، الضبط الإداري يعني السلطة التنظيمية اللي هي السلطة التنفيذية التي تقوم بإجراءات لتسيير عمل الإدارة وعمل الدولي بهدف كله سوا بدأت تؤخذ هذه القرارات، الغاية منها هي المصلحة العامة. نريد أن نناقش تجارب الدول أعضاء في الاتحاد وكذلك في العالم في مواجهة هذا الوباء، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول من أجل الحد من انتشار هذا الوباء وأثر ذلك على مناحي الحياة العامة وكذلك على القضاء بصفة خاصة. كما تطرق المؤتمر إلى العديد من المحاور، منها تعريف الضبط الإداري ووسائله وضمانات الأفراد في اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري ودستورية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التقاضي. إذن هو مؤتمر جاء ليؤكد على ضرورة تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية العربية تدعيما للعمل القضائي المشترك. محمد الخطيب، النيل. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي التزام الحكومة المصرية بمواصلة الجهود لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب إلى تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقتها دكتورة مايا مرسي وهي رئيسة الوفد المصري المشترك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تعقد في الفترة من 9 حتى 25 من مارس. وقالت مرسي إن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ رغم المساهمات المحدودة للغاية في هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقا للإحصاءات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم ترويجه من أنباء غير صحيحة عن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب الأدبي والعلمي في الثانوية العامة. وأكد المركز الإعلامي اليوم استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما كانت في السنوات الماضية دون تغيير، وأوضح آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات وأنها مستمرة بنفس الكيفية طبقا للتخصص المسموح به لشعبة الطلاب، إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافي واستمرار اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات بلاده في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، وأكد أن العملية ناجحة. اتهم بوتين القوى الغربية بعدم رغبتها في بقاء روسيا قوية وذات سيادة، وأكد عدم قبول موسكو بذلك، خاصة ضرب مصالح روسيا الاقتصادية عبر العقوبات الغربية. واعتبر بوتين أن العقوبات المفروضة على بلاده قد أثرت على مصداقية الدولار الأمريكي وانعكست سلبا على الدول الغربية. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا، ومطالبة بضمانات أمنية مطلقة في وجه روسيا. أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يريد ضمانات أمنية مطلقة في وجه روسيا يتعهد الموقعون عليها بالتدخل إلى جانب أوكرانيا في حال وقوع عدوان. وقال الكرملين اليوم إن فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل النمسا والسويد يمكن أن يكون حلا وسطا محتملا في المحادثات مع كييف. تتواصل اليوم المفاوضات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء حل الأزمة لإيجاد حل للأزمة الراهنة. وقال رئيس الوفد الأوكراني إن الجولة الجديدة تركز على التوصل لوقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، مشيرا لأن روسيا بدأت في التحدث بشكل بناء وتوقع بعض النتائج الإيجابية في المحادثات القادمة. أكد مندوب روسيا في المحادثات أن المحادثات مع روسيا أو مع أوكرانيا صعبة وبطيئة، ولكن روسيا ترغب بالصدق في السلام وفي أسرع وقت ممكن. في كلمة مباشرة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي عبر وسائل الاتصال المرئي، تمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحق بلاده في تقرير المصير، وأكد عدم استسلام كييف أمام العملية العسكرية الروسية. طلب زيلينسكي واشنطن بفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وإمداد أوكرانيا بأسلحة متقدمة. ونشد الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لإنقاذ آلاف الأرواح. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا ترى أي اهتمام من الولايات المتحدة لتخفيف حدة الصراع في أوكرانيا. أشار لافروف خلال حوار إعلامي إلى أن القضايا الرئيسية بالنسبة لموسكو هي أمن سكان شرقي أوكرانيا ونزع سلاح كييف، إضافة لقضايا أخرى لا تقل أهمية منها استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا وحرية التعبير ووضع كييف المحايد. أضاف لافروف أن محادثات السلام مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن هناك أملا ببعض المرونة والتوصل إلى حل وسط، مشيرا لأن بعض صيغ الاتفاقات مع أوكرانيا قد أوشكت على الانتهاء. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استمرار دول حلف شمال الأطلسي الناتو في دعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات لمواجهة العملية العسكرية الروسية. أضاف أوستن أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالمادة الخامسة التي تتضمن الدفاع المشترك بين دول الناتو. نظل موحدين في دعم أوكرانيا وندين العملية العسكرية غير المبررة في أوكرانيا، فهي دولة مستقلة وذات سيادة، وبلا شك ندعم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وسنواصل مساندتهم، وكان موقفنا واضحا طيلة الوقت، فإننا نؤمن أن التزامنا تجاه الناتو ثابت لا يتزعزع فيما يتعلق بالمادة الخامسة، وهي ضمان الدفاع المشترك بين دول الناتو. وكما أكد الرئيس الأمريكي مرارا أننا ملتزمون بهذا الواجب. انتقد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا لأن الحرب في أوكرانيا قد تتسبب في تدمير بوتين نفسه. وصعد داتون من تحذيراته بشأن التقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين، وحذر من أن بكين قد ترى الأزمة في أوكرانيا على أنها فرصة مفيدة لإكراه دول أخرى في المنطقة. أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا سيكون لها تداعيات طويلة الأجل على أمن الحلف.
وقال ستولتنبرغ خلال الاجتماع غير العادي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، قال إنه لن يتم فقط بحث التداعيات الفورية للعملية العسكرية الروسية، وإنما أيضا التداعيات الطويلة الأجل وكيفية تعزيز الدفاع المشترك للدول الأعضاء. أضاف أيضا أن الناتو رد على العملية العسكرية الروسية بشكل متحد وسريع، حيث فرض أعضاء الناتو عقوبات شديدة على روسيا، كما تم توفير الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا. قصفت القوات الروسية صباح اليوم العاصمة الأوكرانية كييف مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 21. وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 950 صاروخا منذ بدء العملية العسكرية، وأشاروا لأن القوات البرية الروسية لم تحقق من أهدافها شيئا، وأنها حققت نسبة ضئيلة للغاية فقط، كما أنها لم تتقدم أكثر من العاصمة كييف. وأوضح المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن المساعدات التي قدمتها واشنطن في 24 ساعة الأخيرة لأوكرانيا تضمنت أسلحة. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 21، قصفت القوات الروسية العاصمة كييف، حيث تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب المدينة، فيما أصبحت القوات الروسية على بعد 15 كيلومترا من العاصمة، فيما أصبحت الطرقات في كييف أشبه بثكنة عسكرية. هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن قواتها أسقطت 3 مقاتلات و3 طائرات مسيرة روسية، واستهدفت تجمعات للقوات الروسية في بعض المناطق الجنوبية. كما أعلن رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية أن أكثر من 600 مبنى دمر في المدينة الواقعة شرق البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وأوضح أن المدارس ودور الحضانة والمستشفيات والعيادات دمرت، والجيش الروسي يقصف المدينة باستمرار من الأرض والجو. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات، وتدمير 128 منشأة عسكرية خلال 24 ساعة، مؤكدة تدمير أكثر من 1350 دبابة و111 مقاتلة منذ بدء العملية العسكرية. وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تقديم مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار لدعمها في مواجهة القوات الروسية، وأن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا دعما عسكريا مباشرا وغير مباشر. خصصنا بالفعل 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي للدعم الأمني للشعب الأوكراني، وقدمنا للجيش الأوكراني بشكل مباشر مضادات للدبابات وأنظمة مضادة للطائرات، كما ساعدنا في نقل مساعدات أمنية مهمة من حلفائنا إلى أوكرانيا. نحن نعمل بشكل عاجل لدعم الشعب الأوكراني الشجاع الذي يدافع عن بلده. وعلى الرغم من استئناف الوفدين الروسي والأوكراني محادثتهما، تتزايد الضربات الروسية على كييف، ويتوسع الهجوم الروسي في أنحاء البلاد، ما دفع بأكثر من 3 ملايين أوكرانية إلى الفرار إلى الدول المجاورة. بحث رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا في كييف مع مسؤولين أوكران سبل تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لأوكرانيا. وعقب لقائهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي، قال نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، قال إن بلاده دعت لتشكيل بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا وتوفير المساعدات الإنسانية. بعد لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، تمنى رئيس وزراء التشيك وسلوفينيا المجد لأوكرانيا في مؤتمر صحفي مع نظيرهما البولندي. فقد توجه رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي ونظيره التشيكي بيتر فيالا وسلوفيني يانيز جانسا إلى كييف بالقطار في عرض للتضامن مع أوكرانيا، حتى في الوقت الذي طالت فيه الضربات الجوية والقصف الروسي العاصمة، شددت القوات الروسية من قبضتها. وكانوا أول زعماء أجانب يزورون العاصمة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعد زيارة زعماء الاتحاد الأوروبي إلى كييف رمزا لنجاح أوكرانيا حتى الآن في صد هجوم تعتقد الدول الغربية أنه يهدف إلى الاستيلاء على المدينة منذ أسابيع. نحن نقدم مساعدات إنسانية ونوفر لأوكرانيا أيضا بعض الإمدادات العسكرية التي يمكنها أن تدافع بها عن نفسها بشكل أفضل.
نحن معجبون بشجاعة أوكرانيا وسنواصل تقديم المزيد من المساعدات والدعم. واسمحوا لي أن أقول المجد لأوكرانيا. وقال مسؤولون تشيكيون وبولنديون إن الزيارة تم تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي ووافق عليها قادته في قمة الأسبوع الماضي. ومع ذلك قال مسؤول في بروكسل إن الرحلة تشكل مخاطر أمنية خطيرة ويمكن أن تعرض المفاوضات للخطر. من جانبها طلبت بولندا تشكيل بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا. لن نتركك أبدا وحدك، سنكون معك لأننا نعلم بأنك لا تدافع فقط عن أرضك وعن حريتك وعن أمنك، ولكن تحارب من أجل الآخرين كذلك. وأكدت بولندا أنه يجب تشكيل بعثة سلام أطلسية مع إمكان أن تكون لاحقا ذات هيكلية دولية أوسع نطاقا، على أن تكون بعثة قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى العمل ميدانيا على الأراضي الأوكرانية. أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانس لينريتش أن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقال لينريتش إن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن العدد قابل للزيادة، وأعرب عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية. دعا لينريتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورا، وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام أسلحة الدمار الشامل في هذه الحرب. وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة السعودية الرياض لعقد مباحثات حول النفط والأزمة الروسية الأوكرانية. كان جونسون قد التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في أولى محطات زيارته للخليج ضمن جهود تأمين المزيد من إمدادات النفط. وقال جونسون إن ما يقوم به الرئيس الروسي في أوكرانيا تسبب في حالة من عدم التيقن على مستوى العالم وارتفاع كبير في أسعار النفط، ما يؤثر على بريطانيا وعلى العالم. وفي نشرتنا أيضا بعد أخبار الاقتصاد، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم الأمم المتحدة تدعو لجمع أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن. نتحول الآن إلى حنان الخولي ومتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. إليك حنان. شكرا لك دينا. ومشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. مصر تتصدر الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تصدرت الدول العربية في عدد المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين في الدول العربية ب9 مشروعات. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز ويتناول المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين في الدول العربية، والتي وصل عددها إلى حوالي 34 مشروعا. وأوضح المركز إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار يؤكد مساعي مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر. خلال التوقيع تم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، كما يأتي الاتفاق تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ووزارة التخطيط بمصر، وكذلك رغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الوزارة أعدت قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لتصنيع منتجات محلية بدلا من استيرادها. أضافت الوزيرة خلال مشاركتها بالندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية أن مركز تحديد الصناعة وتحديث الصناعة قام بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركي يمكن تصنيعهم محليا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات. أكد وزير البترول والطاقة المعدنية طارق الملا أن قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة تهدف في المقام الأول للاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وإعداد الكوادر المتميزة وتوفير التدريب اللازم للعاملين من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شيل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. وقد أشار الوزير بالتعاون بين شيل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب والتي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق طفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وزير الاقتصاد الكاميروني الأمين عثمان ماي تطوير العلاقات الاقتصادية ودفع مجالات التعاون بين البلدين. خلال اللقاء أكدت الوزيرة على أن الحكومة تعمل على تعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي وتحفيز عملية تبادل الخبرات ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول القارة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية. بحثت وزيرة الدولة لشؤون البيئة ياسمين فؤاد مع سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي أوجه التعاون الثنائي في ملفي الحد من مخلفات البلاستيك ومشروعات المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. رحبت كذلك وزيرة الدولة لشؤون البيئة خلال اللقاء ببحث سبل التعاون الثنائي في مجال الحد من مخلفات البلاستيك خاصة في المناطق البحرية، وخاصة مع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في عام 2020 ولائحته التنفيذية الخاصة منذ أسابيع قليلة وتضمنه لإجراءات منظمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. نتحول للبورصة المصرية والتي ارتفعت مؤشراتها نهاية تعاملات الأربعاء وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين قبلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 16.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 694.6 مليار جنيه بعد تداولات بقرابة 6.7 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 بنسبة 2.71%. إذن بتداولات البورصة وصلنا مشاهدينا لختام النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة، وبانوراما النيل مستمرة معكم مع دينا. إليك دينا. تقديم 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص هذا العام في اليمن التي تواجه أزمة إنسانية منذ اندلاع الحرب المدمرة في عام 2014. مع الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات يواجه أكثر من 23 مليون شخص في اليمن الجوع أو الأمراض أو مخاطر أخرى. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن نحو 161 ألف شخص سيواجهون قريبا انعداما كارثيا في الأمن الغذائي. أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي غلق باب الترشح للانتخابات النيابية القادمة، وأكد أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 1043 مرشحا بينهم 155 سيدة حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح عند منتصف ليل أمس. أكد مولوي أن عدد المرشحين في هذه الانتخابات يفوق عدد المتقدمين في عام 2018 حيث تجرى الانتخابات النيابية في البلاد كل 4 سنوات. وأوضح أن الوزارة تعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق محاضر التصويت والفرز
وفي نهاية الانتخابات المقررة في 15 من مايو القادم. وبعد أخبار الرياضة في هذه النشرة، جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف 18 لتشغيل الشباب. إلى حنان الخولي مرة أخرى، هذه المرة مع أخبار الرياضة. حرصا من جامعة حلوان على عقد ملتقيات التوظيف لتأهيل طلابها لسوق العمل، نظمت الجامعة ملتقى التوظيف 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان. انطلقت فعالية ملتقى التوظيف 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان لتأهيل طلابها لسوق العمل، حيث استضافت الجامعة أكثر من 100 شركة لتحقق هدفنا إن احنا نربط الطلبة دول بسوق العمل ونقول لهم سوق العمل عايز إيه؟ سوق العمل مش عايز شهادات، عايز كفاءات معينة، جودة في التعليم وكثيرا من ذلك. فده أهميته، وربطهم بسوق العمل عشان ينافسوا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. احنا جامعة حلوان بقالنا قرابة 20 عام، ده نشاط من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وده إيمانا من الجامعة بدورها المجتمعي إنها تعمل شراكات وتشبك الطلاب بالكيانات الكبرى ورجال الأعمال لإيجاد فرص وظائف. السنة دي بنقيم ملتقى التوظيف 18، طبعا بيبقى من الفرص الجميلة ومن الإيفنتات المميزة جدا اللي الطلبة فعلا بتستفيد بيها كتير، بيبقى فيه فرص تدريب لطلبة السنوات النقل اللي لسه ما تخرجوش، الطلبة اللي على وشك التخرج الفرقة الرابعة أو الفرقة الخامسة بيبقى فيهم فرص توظيف، وبالفعل بيتم بعض الشركات كمان بتعقد زي عقود مع الولاد في نفس التوقيت. شارك في الملتقى طلاب مختلف التخصصات وحديثي التخرج لإيجاد فرصة عمل أو فرصة للتدريب للتأهل لسوق العمل. أنا جاية النهاردة عرفت إن في ملتقى وظائف، جيت أشوف في حاجة مناسبة ليا عشان أنا خلاص هتخرج، في حاجة في مجالي. أنا عرفت إن في ملتقى توظيف فجاية أشوف الشركات، بمعنى أصح لحد الناس بتسعى لهدفها، فأنا جاية أشوف الشركات اللي هنا لو في فرصة أو كده في التوظيف يعني. أنا جاية دلوقتي ملتقى توظيفي علشان بعد ما أكون خلصت الدراسة بتاعتي وكل اللي أنا حضرته ابتدي احاول اتواصل مع الناس اللي بتوفر وظايف وتوصل الشغل تبع الجامعه عندنا. احنا جايين النهارده متعشمين خير ان احنا نلاقي حد معمول للاخر. وخلال فعاليه الملتقى وقع رئيس جامعه حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار للمشاركه ودعم مشروع محو الاميه. دور فعال لملتقى التوظيف في اتاحه فرص عمل للشباب الخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم من اجل القضاء على البطاله واستغلال طاقات الشباب في خدمه وبناء المجتمع. بسمة الشاعر، النيل. وختم هذه النشرة تذكير بأهم الأنباء. مجلس الوزراء يفوض وزارة التموين لوضع آلية لتسعير الخبز الحر ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح المحلي. أوكرانيا ترفض مقترحا روسيا بأن تكون محايدة على غرار السويد والنمسا، والكرملين يقول إن حيادها يمكن أن يكون حلا للأزمة. خلال اجتماع وزراء حلف الناتو في بروكسل، وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار الحلف في دعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية. ختم النشرة، إلى اللقاء.